الحياة الغير مكلفة لن تقبل تدخلات الله المعجزية، ودي حاجة حقيقية. كل مرة بنقرر نعيش حياة رخيصة وحياة فيها مش بنرضى نقدم الغالي، احنا مش بنشوف اختراقات الله وتدخلات الله المعجزية في حياتنا. الكتاب قال انه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك، وكل حد فينا عنده كنز متمثل في أشغالنا أو أطفالنا أو ممتلكاتنا أو فلوسنا أو أي حاجة عندنا. بس الحقيقة أنه لو الكنز بتاعي هو حاجة هنا على الأرض متعلقة بالحياة المادية، الحقيقة أن قلبي هيكون في الحاجة دي. فلو الكنز بتاعي هو فلوسي، الحقيقة أن قلبي هيكون هناك. بس الرب عايز أنه الكنز بتاعنا يبقى هو، عشان قلبنا يبقى معاه للآخر. الست الشريرة اللي قالت لشمشون كده: كيف تقول أنك تحبني وقلبك ليس معي؟ ودي حقيقة. إحنا مرات كتير قوي بنقول ربنا إحنا بنحبك جدا، بس إحنا قلبنا في الكنز اللي إحنا اكتنزناه لنفسنا على الأرض. بحب قوي القصة بتاعة داود اللي جات في صموئيل الثاني 23، لما كان داود في الحصن، وكان الوقت ده حفظت الفلسطينيين موجودين في الحصن، وكان داود بيتأوه، تأوه داود: من يسقيني ماء من بئر بيت لحم؟ والحقيقة إنه كان في ناس قريبة قوي من قلب داود، عشان كده قدروا يسمعوا التأوه بتاع داود، قدروا يسمعوا الأنين اللي في قلبه. إحنا مش هنقدر نسمع التأوه اللي في قلب ربنا غير لما نبقى قريبين جدا من قلبه. داود تأوه: من يسقيني ماء؟ واشتقوا محلة الفلسطينيين 3 أبطال واستقوا ماء لداود من بئر بيت لحم. بس الكتاب جميل قوي لما يقول الكلمة دي، إنه مرضيش يشربه داود، مرضيش يشرب المية دي، وقال إن دي حياة الأبطال دولة، سكبه للرب. وجميلة قوي الكلمة دي، إنه أغلى حاجة عندك تقدر النهاردة تسكبها من أجل الرب. هو ده اللي بيحسب لينا، هو ده اللي لما نروح السماء هنلاقيه رصيد لحسابي ولحسابك. قال كده الأب متى المسكين: لنا حياة واحدة تمضي سريعا. كل واحد فينا عنده حياة واحدة، مش بينفع يبقى عندك 2 حياة، هي حياة واحدة بتمضي سريعا جدا جدا، لكن لن يتبقى منها سوى مكان للسيد. مش هيتبقى من حياتك غير اللي أنت بتعمله لحساب السيد، لن يبقى منها سوى مكان ليسوع. عشان كده اللي احنا بنقدمه واللي احنا بنسكبه هو ده يمثل الحياة بتاعتنا كلها. كل مرة بنقدم الغالي، كل مرة بنعمل زي المرأة اللي في مرقس 14، لما كان يسوع في بيت سمعان الأبرص ودخلت امرأة ومعاها قارورة طيب ناردين كثير الثمن، وسكبت كسرت القارورة دي على رأس الرب يسوع، دهنت رأسه بالقارورة دي. وكل الناس اعترضت وقالوا: لماذا هذا الإتلاف؟ ده خسارة. يمكن كل مرة بتقدم حاجة غالية للرب الناس هتشوف إن ده إتلاف، بس مش مهم الناس تشوف إيه. يسوع كان رده على تعليق كل الناس لما قالوا: لماذا هذا الإتلاف؟ قال لهم كده: اتركوها، سبوها، لأنها عملت بي عملا حسنا. هي عملت حاجة غالية قوي قوي ليا، عملت بي. هي ما عملتش عشانكو انتو، لكن هي عملت حاجة لمست قلبي جدا، عملت حاجة دوبت قلبي جدا، عملت حاجة بتقول ان انا الغالي في حياة الست دي، ان ما عندهاش حاجة اغلى تاني من يسوع في حياتها. كسرت كل حاجة غالية عند قدمين الرب يسوع. عشان كده عايزة اشجعنا، لو مش بنقبل نقدم الغالي، لو مش بنرضى نقدم أغلى حاجة عندنا، لو مش بنرضى نكسر القارورة دي للآخر، أفتكر إنه صعب قوي، صعب قوي نكون بنحب الرب محبة عملية. فاكرة من اختبارات اللي حصلت معايا في بداية المشوار قبل ما اتحرك لجنوب السودان، بعد ما الرب كان بيكلمني على تحرك لجنوب السودان لخدمة أطفال الشوارع. قبل ما اتحرك للجنوب بشتغل مدرسة، وكان ربنا مباركني قوي بكل مرة يعني أقبض مرتبي أحوشه وأقول إن ده الكنز بتاعي، دي أغلى حاجة عندي، ده تعبي، ده عرقي. فاكرة كويس قوي أول مرة كنت بفكر أتحرك للجنوب، ولقيت التذكرة بتاعة جنوب السودان غالية جدا. الرب بدأ يشاوري يقول لي: الظرف ده هو ده اللي انت هتروحي بيه الجنوب، هو ده اللي انت تشتري بيه حاجات كتيره للاطفال هناك، وهتباركي بيه احتياجات ناس كتيره قوي هناك. كان بالنسبه لي الموضوع صعب، ما كنتش قادره. قلت له: يا رب يعني الخدمه دي اوكي، دي حاجه، بس حاجتي انا الكنز بتاعي انا دي حاجه تانية.
بس الرب الحقيقة مش عايزنا نفصل الأوراق، عايز الغالي وكل ما نمتلكه ينفع نحطه على المذبح، ينفع نقدم الغالي، ينفع نكسر القارورة للآخر. صلي معايا الصلوة دي، قول يا رب انت اغلى حاجه عندي، انت اغلى حاجه عندي يا رب، انا مش عايز امسك عنك حاجه، انا مش عايز يا رب يبقى عندي حاجه اغلى منك على قلبي، انت اغلى حاجه بالنسبه لي، كل حاجه يا رب انت هتشاور عليها حتى لو كانت صعبه عليا، بس يا رب ما تغلاش عليك، انت قدمت اغلى حاجه عندك، انت قدمت حياتك، انت سفكت دمك يا رب لاخر قطره، عشان كده كل اللي عندي هو بتاعك، انا بقبل اقدم الغالي علشانك. أمين.